مطيشة والبصلة فلفل والزاشوة سدرة كتمشي مع الروز ديالها والخضرة. عندنا طورتية إسبانية بطاطا والبيض والربيع والبصلة. عندنا طويجنات ديال كبدة بلا صوص. هذا هو رويال وهذا دلوز. ملي قتلوا الصاد ولا شي حاجة المهم سايكوك بارد بوجود وجه. هذه زبدة بلدية، هذه كاين زبدة بلدية وكاين اللبن. كيمشي الزبدة بلدية، الجبن بلدي، والبيض بلدي، والزيتون بلدي. السلام عليكم، كنرحبوا بجميع الزوار مدينة القليضة، لا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ولا من الناس ديالنا ديال المغرب. كنرحبوا بهم من المطعم الشعبي اللي مسمى مطعم الحبيب، وكنتمنوا تجيو تزورونا باش تعرفوا الاختصاص ديالنا وتعرفوا جميع الاكلات اللي كنقدموا. ومرحبا تعرفوا على المطعم ديالنا، وكنتمنوا جميع الزوار اللي يجيو عند القليضة يزورونا ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا. المطعم ديالنا كيختص في تقديم الوجبات الشعبيه المغربيه. عندو بالغدا عندنا طورتيه اسبانيه كتمشي بطاطا والبيض والربيع والبصله، والملحه ديالها كتجي هايده. عندنا طويجنات ديال كبده بلا صوص كتمشي بالثومه والربيع تحميره وكيمه بلا صوص. هذه كبدة، كاين كفتة بكري عاو كتمشي هايدا، هذه كفتة بلا صوص طوماط كتمشي هايدا. عندنا طويجنات ديال حوت فيلي بونيتو كيمشي ببطاطا البصلة مطيشة فلفل كيمشي هايدا. عندنا كروبيت بلا صوص، هذا كروبيت بلا صوص كيمشي عاود. عندنا لي زانشوا، عندنا لي زانشوا كيمشي هيدا، بطاطا مطيشة والبصلة فلفل ولي زانشوا. كاين عندنا دجاج محمر كيمشي بالرز والفريت والمرقة ديالو أبار. كاين دجاج بلدي كيمشي مع البيض والزيتون والفريت. كاين اللحم بالبرقوق والزيتون والفريت والبيض. وكاين اللحم بالخضرة، وكاين دجاج بالخضرة طايب. كاين تقلية بالحمص أو باللوبيا أو بوحدة. كاين فراقش، كاين فراقش، كاين فراقش كيمشيو بالحمص أو باللوبيا أو المرقة ديالهم. وكاين القطاني، كاين اللوبيا العدس والحمص، وكاين عندنا الخضر وعندنا لاصوص، عندنا الحوت مقلي، عندنا الحوت مقلي كاين فريتور وكاين الحوت مقلي إلا بغيتي الأنواع. كاين الشطون لي زانشوا، كاين بيشكادية، كاين الصول، كاين البجوق بواجو، وكاين الشرال، وكاين الروبيو، كاين جامبا، وكاين كراميل. هذا الدجاج بلدي كيمشي هكا، الفريت والزيتون والبيض والمرقه ديالو، دجاج بلدي. وكاين هذا التقليه بالحمص، كيمشي كرشه بالحمص، الليمون، الفلفل ديالو، المريقه ديالو. اشلاده، عندنا اللحم بالبرقوق كيمشي بالبرقوق، بيض، الزيتون، الفريت، المريقه ديالو. وعندنا الدجاج كيمشي بالرز والفريت والمرقه ديالو ابارايت. على ديك السدره بالخضره، السدره بالخضره فاطمه، زيد لوبيا هيا بلا مرقه، هاي اللي بلا فريت، بلا فريت صافي. من ديك السدره
الدرجه ديالها. السدره كتمشي مع الروز ديالها والخضره. هذه تحت بلازما كاين لوبيا هكا. شنو عمو؟ نروح العصير ديال الفوق. هيا خارجة. عندنا الطويجنات بيسار هيدا كيمشي طاجين. عندك. أرى لصوص بدي أنا خارج. أرى أتاي بالنعناع ديال الشمال هكا درنا السكر أتاي دابا كنلقموه إن شاء الله. صافي كاين هذا السكر لورمان أتاي السكر لورمان ديالو النعناع. كاين اللي كيبغي ناقص السكر وكاين اللي كيبغي بلا سكر. كاين اللي كيبغي غير النعناع والماء وكاين اللي كيبغي أتاي بلا نعناع فهمت. وعندنا باللويزة عندنا بالأعشاب أتاي بالأعشاب كاين بالنعناع ويزا كلشي موجود عندنا الحمد لله. ومرحبا بالجميع الزوار إن شاء الله. مرحبا بالجميع اللي شاف هذا الفيديو هذا يجي يزورنا مرحبا وياكل ويشوف شني الذوق وديك الساعة يحكم. من ناحية الجودة يكون هاني. الجودة يكون هاني والنقاوة يعني بحال اللي كياكل آخر في الدار ديالو. مرحبا. والحمد لله الجودة كاينة والنقاوة كاينة وكلشي كيعرف. حنا في شارع محمد الخامس الدخله ديال البلاصه كيقولوا لها. مرحبا بالجميع. عندنا سلطه ديال الرز كتمشي الرز والميس والبيض والتون بحال هكا. وعندنا سلطه الروسه بطاطا والجعده والبيض والتون. سلطه ماروكان كتمشي بالبصل وماطيشه والخيار وتوكا ديال الليمون. عندنا عصير ديال الخوخ عندنا عصير اناناس لافوكا بالحليب الا بغيتيها بالليمون وكاين باناتشي. بالنسبه للفطور كاين فطور بلدي كيمشي الزبده بلديه الجبن بلدي والبيض بلدي والزيتون بلدي كيمشي مع اتاي ولا قهوه. وكاين فطور سبيسيال عاود كيمشي مع لاباشكيري كيمشي مع الزيتون كيمشي مع مرطاديلا كيمشي مع كيسو البوله وجوج بيضات. وكاين فطور عادي كتمشي بيضه وحده مع لاباشكيري والزيتون وكيسو. وكاين عاود الفطور الخليع كيمشي جوج بيضات بالخليع مع اتاي ولا قهوه. صافي هادشي اللي كاين في الفطورات. وكاين البيصاره بالنسبه للبوستري عندنا كاين عندنا الراي كاين الراي بحلو كي هذا كنصوبوه حنايا كيمشي يعني كيمشي الراي كاين الراي بجوج الانواع كاين الراي بلدي كاين الراي بحلو. هذا هو الراي بحلو كيمشي بالسيرو كي بغيتي بالسيرو بغيتي بلا سيرو. كاين فلون كاين فلون رويال كاين فلون دلوس هذا هو رويال وهذا دلوس هادو هما الانواع ديال لي فلو. وعندنا عاود مستقات الحليب كاينه الزبده هذه زبده بلديه هذه كاين الزبده بلديه وكاين اللبن كاين اللبن ها هو كاين اللبن بالليترو ب 5 لتر 10 لتر المهم اللي بغى شي حاجه مرحبا شحال ما بغيتو كاين كلشي موجود. المهم اللي قتلوا الصاد ولا شي حاجه المهم ها سايكوك بارد موجود واجد. مرحبا باي واحد جا الشمال يضرب سايكوك عندنا هنا سايكوك بلدي واي حاجه بلديه الزبده بلديه الجبن بلدي
البن بلدي كلشي كاين، الطور الشمالي كاين. كنرحبوا جميع الزوار اللي عايشين لمدينه الفنيضه، كنرحبوا بجميع الاخوه المغاربه وجميع الاخوات. في الصباح في العشيه، فطور غدا عشاء، الحريره كلشي كيكون. الخدمه حنايا كنبداوها مع الساعه 7 ديال الصباح، الساعه ديال 7 الصباح حتى ل 11 12 الليل. وشحال من واحد في مدينه الفنيضه كيقول بان حنا كاين الغلا، ولا في الشمال كيقول كاين الغلا وكاين ياخور، فحنا كنرحبوا بهم. عاد تشوفوا هادشي بعينكم، حتى اذا جبرتوا الحاجه زايده ثمن عاد جبر شي حاجه اللي هي كاليتي، فهمتي كيفاش؟ يعني تكون شي حاجه اللي في المستوى، والاثمنه ما نهضروش عليها، يعني كتكون في متناول الجميع وبصحه وراحه.